Ouais, non, c'est bien. Là, on passe au sérieux, regarde, c'est... Tu peux amener ça, avoir un donc un لا كانت شوط الا ما كانتش باينه بزاف كذا انت تعرف بغيتي نعاود نعاود شوط امور في اهلا وسهلا منور عين الا بدا ما طلعش صافي ماشي مشكل شوف فارس شوف العجوز ما طلعش شوف ما طلعش صافي حيت هو شوف خا ما طلعوش هو قال يا خويا منين تتهبط من الكلاب عمر منين تتهبط من الكلاب ديالك ماشي ديالك صافي فهمت كاين شويه السخفه لا لا منين تتهبط من الكلاب ديالك تعاود لك الصوت حيت ماشي الكلاب ديالك انت ما كاينش هبط لهذيك الدرجه وعاود لي هادو ما طلعش انت ما طلعش فهاد خلينا نطلع انا ديال الهضره اللي قلت انا يا ديال الهضره ما تخرجش بزاف في السوق هذه ديال الهضره اللي قلت في الاول انا ما عندك واحد جوج ديال الكوما طالعين واكس غني الان يدخل الى المعترك المهاجم والمناضل كنديروا توشيه وكنسالي ما كنكملوش ما كنكملوش سادات انتما اللي انتما اللي ما تقولهاش حتى خليه هو يقولها شوف شوف باغي الشاف كتقول اللي غنيت وقف ما تخرجش ما تدخلش انا غني وانا كل من كلكم صافي انا كل من كلكم انا كل من كلكم صافي حبس نعم شفتو الشيء يعني داكشي على الفور هو اللي غادي يغني انا ما غنيش فارس ما يغنيش انت غتغني بيا الوالد حافظ غتغني معاك بوحدك غير انت وياه غتغني بوحدك بيا الوالد ولكن بالجروب حافظ ولا لا؟ تبغي تفرعنا عليه باش تعاوني تعمل الناس ولا نغني وافو باش تعاون حتى وافو حتى هو اللي يغني مثلا هذاك الشيء شكون اللي ما عليش لا دابا هي مع الجروب شنو عندك مع الجروب عندك شفت اغينيا سلطان هذيك كاين الاول غتكون تغنيها بالعود واحد الساعه غادي يجلسوا هما ويدخلوا هما ومن بعد نقول لهم دوك غادي ندير بانه غادي نسجلوا دابا اغينيا سلطاني هما جالسين معاك انت اللي كتغني اغينيا سلطاني هي الوقيته اللي تطيح الميزانيه وكتجي انت في العود كتضرب اغينيا سلطاني بوحدك اغينيا سلطاني تدخلوا يدخلوا معاك تيجلسوا عاد ها تعاود تغني معاهم كلهم دابا ما نغنيوهاش غنبداو باش نشوفو العشاء هاديك انت الوقت باش تسالي مازال ما كاينش انت ما تعطيش القيمة بزاف للغنى انا اللي كيهمني اكثر نسمع الناس زعما ما تشغلش راسك بالغناء الا جاتك شي فريته وبغيتي تدير معاهم ديال سينو لا غني مع هذا باس ما طلعش لا ما يغنيش كاع انا قلت لك هذيك غير ملح بها الاسبقيه عندي الناي دابا نعزف معاهم ما جاتكش كاع الاغنيه وانت لاعب ما تغنيش واخ عطيني غير الناي واخ حيت ما كاينش عندنا انسترومون ناقص واخ خلوهم يغنيوه بجوج
2 hours later.
الكواليس صافا كلشي مزيان الله يحفظك الكواليس لا الكواليس لا الكواليس هما اللي علاش عندنا الوالي ديالك كيفاش؟ هذا شوف الكواليس بالواليد هو هذا عرفتي شنو هو الواليد؟ هادشي اللي قال فارس لا هذا ما قلتش انا كانت خويا كانت خويا الوالد شوف عندك الوالد عمر انا عارف السيد شنو سماني عمر وبوب كان عمر وبوب كان عمر قول لهم شوف قسم لهم في الفيلم راجع راه شوف راك ينفح مش هاتك نعمز دي الطابة معقول هادشي كتنفح يا سيدي؟ يا خويا كنفح كتب شوف دير شوف دير الاستاذ الفنان حميد ديوري وراه سيدي حسن الله كينفح في الكواليس واه اكشن مزيان على اسلام notre réalisateur.
معاك معاهم اسيدي اش غنقول لك خصني عمر Here comes the money Here we go money talk Here comes the money 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 dollar dollar ياك انا هو لا خلاص اش هضر ايوا انا كدي باش نمشي لابروز راه ما كاين خير اخواني محال نصيبو ما نعمل عشير ما نعمل عشير راه يطيح جبالي ريبو او يطيحو في بير ويطيحو في بير تبع الطمع هو اللي جابو او دحيه ما فيه خير ما كاين خير راه ما كاين خير اخواني محال نصيبو ما نعمل عشير ما نعمل عشير راه يطيح جبالي ريبو ويطيحو في بير ويطيحو في بير تبع طمع هو اللي جابو ودحيه ما فيه خير راه ما كاين خير راه ما كاين خير اخواني محال نصيبو ما نعمل عشير ما نعمل عشير راه يطيح جبالي ريبو ويطيحو في بير يطيحو في بير تبع طمع هو اللي جابو ودحيه ما فيه خير غربة والفراق والوحش والوحدانية